قناة شقراء سيتي الرياضية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل شقرة في قناة شقرة سيتي الرياضية. من هنا نبدأ الأخبار الرياضة الدوري الأسباني. نتائج الدوري الأسباني الأسبوع 26، نتائج يوم السبت 13 من شهر مارس 2010، مباراة بين خيتافي وريال مايوركا، النتيجة 3-0. المباراة الثانية سبورتينغ خيخون والتلتيكو بالباو، النتيجة 0-0. إشبيلية وديبورتيفو، النتيجة 1-1. أما النتائج يوم الأحد 14 من شهر مارس 2010، رايسينغ وريال سوقسطة، النتيجة 0-0. في ريال وخيريس، النتيجة 2-0. ليميريا وملقا، النتيجة 1-0. تينيريفي اسبانيول، النتيجة 4-1. برشلونة فلنسيا، النتيجة 3-0، 3 لبرشلونة 0 فلنسيا. بلد الوليد وريال مدريد، النتيجة 4 لريال مدريد 1 لبلد الوليد.